النهاردة عن آلاف إن ما كانش مئات الآلاف الأفراد اللي حياتهم مرتبطة بشركات قطاع الأعمال. صحيح. لما بنتكلم عن الشركة القابضة حضرتك قلت يعني عندك أكتر من 20 شركة. أيوة. في المجال ده. في منهم شركات تحولوا إلى الربحية. صحيح. وفي منهم شركات يعني مش هقول ان كون ان هم تحولوا الى الربحيه فمعناها ان خلاص كده لا طبعا العمليه بقت جبرت كويسة. يعني لا العمليه اكتر من صح. ربحيه إن صح. القصه مش انك انت تقلل الخسائر وتربح القصه في انك انت يبقى عندك استدامه في التوسع والعمل صحيح. صحيح. ايه اللي عندكم اللي وصل لكده وايه اللي محتاجين الشركات اللي محتاجه لسه عمل كثير؟ طيب انا مش عايز اقول لاي شركه من الشركات التابعه انت وصلت لحاجه مريحه، حتى الالومنيوم اللي محقق ارباح كبيره جدا واللي الحقيقه شغلها ممتاز جدا واللي استفادت بشكل كبير جدا من يعني الاصلاح الاقتصادي وبرنامج الاصلاح الاقتصادي على وجه خاص، خاصه وان جانب كبير من انتاجها يذهب الى التصدير. عندنا 7 شركات محققه ارباح، لكن وفي مؤشراتها حتى الشهريه احنا بنتابعها كل يوم مش شهريا بس المؤشرات الشهريه مبشره جدا ل7 شركات، لكن اللي عايز اقوله ان حتى هذه الشركات امامها الكثير لتنجزه. انا لما ببص على الارباح ببص على الارباح كنسبه من الاصول، ببص على الارباح كفرصه بديله كيف يمكن تعظيمها، ما ببصش بس على ان الحمد لله. لكن برضو نقطه برضو عشان الانصاف، لما يكون عندي نقطة انقلاب يعني شركة كانت تحقق خسائر لفترات طويلة ثم تستطيع أن تتحول إلى أرباح، ده شيء مهم جدا. مش هقول لك يستحق الثناء ويستحق الشكر، احنا مش عايزين شكر. بس اللي عايزين نقوله ان هو يستحق التأمل لأنها تجربة صعبة، وحضرتك عارف قد ايه وانت اشتغلت في المجال وعارف قد ايه صعب جدا ان شركه معتاده على الخسائر تستطيع ان تتحول. فعمليه التحول دي في حد ذاتها انجاز وخطوه جيده جدا، لكن اللي بعديها قد يكون اسهل من الانقلاب من الخسائر، لكن قد يكون اسهل لكنه يحتاج الى ابتكار ويحتاج الى انك تنظر خارج الصندوق، لان النظره الضيقه الى ان انا عندي خط انتاج فاعمل له صيانه او اعمل له عمره او عندي مدخلات بتكلفني كذا هحاول اخليها تكلف اقل شويه، الحاجات البسيطه دي ممكن فعلا تحقق لك فوائد، ممكن انها تساعدك على ان انت توفر وركينج كابيتال وراس مال عامل جيد تتحرك بيه، لكنه مش قابل للاستدامة زي ما بتقول، مش قابل للمنافسة في الأجل الطويل، مش قابل للمنافسة في ظل تقلبات سعر الصرف مثلا وأسعار الفايدة. وبالتالي أنت محتاج أن أنت يبقى عندك منظور أشمل شوية، محتاج يبقى عندك استراتيجية متعددة المحاور، ودي الاستراتيجية الحمد لله يعني نجحنا في مجلس إدارة القابضة أن احنا نعتمدها، استراتيجية من 8 محاور، منها محور التطوير المؤسسي، ومنها محور الهيكلة المالية للشركات، ومنها محور التسويق والتصدير، ومنها محور الاستفادة من الأصول غير المستغلة وما إلى ذلك. هذه المحاور نعمل فيها بجد وليس عناوين مصمطة.